بجانب الدراسة الجامعية لهم هواية المسرح، التمثيل المسرحي، وطبعا يعني شباب واعد ان شاء الله بامر الله، يعني نشوفهم ان شاء الله باذن الله على خشبة المسرح من نجوم ان شاء الله، يعني سوف يسطعون ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله، ويكملون مسيرتهم ان شاء الله بنفس الحماس ونفس الإرادة ان شاء الله. أتقدم بالشكر والعرفان والجميل للشعب المغربي اللي احنا لقينا كل يعني كرم وكل ذوق وكل محبة وإخاء من الشعب المغربي حقيقة، يعني مش مجاملة والله، ولكن أنا شعور انتابني مجرد ما وصولي دولة المغرب انه في كل ترحاب، مش حاسس ان انا في مغرب في بلد تاني، لا ده انا حاسس كاني في بلدي حقيقه، يعني في الاستقبال، في الترحاب، في الحضور الجماهيري ما شاء الله. يعني المهرجان ده ان شاء الله باذن الله يعني انطلق من طنجه واستمر ان شاء الله بامر الله يعني في طنجه، وان شاء الله نشوف طنجه كده يعني نبراس كبير ويعني ينطلق منها اشعاع المسرح ان شاء الله بامر الله. يعني حسبتك لا تزال لهنا طيله بهذا الوقت؟ هيا اذهب انت، انتظر طول ما سال الملك، اذهب انت. مرحبا بكم معنا. هذه المره جناكم فرقه جديده واللي هي مؤسسه الشباب فنانين مستقلين اللي جاونا من مصر باش يشاركونا في هذا المهرجان، مهرجان طنجه الدولي للمسرح الجامعي. معنا المخرج ديال المسرحيه. في البدايه كنبغي نقول لك مبروك على النجاح ديال العرض ديالك. ميرسي، ربنا يخليك، شكرا. وكذلك بغيت نقول لك كيفاش تقدر توصف لنا المشاركه ديالك في هذا المهرجان؟ والله انا مبسوط جدا طبعا ان انا موجود في مهرجان طنجه الدولي، ومبسوط اكتر ان انا في المغرب بشكل عام. دي ثالث مره ليا في طنجه فقط. حريص جدا ان انا باجي المغرب من كل فتره للتانيه. رحنا تطوان، رحنا مراكش، رحنا طنجه طبعا اكتر من مره. فمبسوط طبعا ان انا وسطيكم النهارده، وقد ايه انا بحب الشعب المغربي، الشعب الطيب الجميل اللي بيحب كل الناس، فعشان كده انا طبعا مبسوط اكيد. وتحنا فرحانين بالعرض ديالك، عشنا كل دقيقه من العرض ديالك اللي كنتي بغيناك تعطينا واحد الخلاصه، واحد الفكره عامه بالنسبه للناس اللي ما قدروش يحضروا معنا هذا العرض. والله احنا مسرحيتنا مسرحيه بيكيت او شرف الله، هي مسرحيه بتحكي الواقع العربي الملموس حاليا اللي هو الصراع ما بين السلطه الدينيه والسلطه المدنيه. واعتقد انه دي قضيه بتهمنا كلنا، احنا بنشوف في القنوات الفضائيه وفي التلفاز وفي كل الاماكن داعش وما داعش وجبهه النصره والاخوان وكل هذه الامور، هي صراع ما بين الدين وما بين السلطه المدنيه، ما بين السلطه المدنيه والسلطه الدينيه. ده اللي كان بيحكيه النهارده عرض بيكيت او شرف الله من خلال علاقه بسيطه بين الملك هنري الثاني وما بين توماس بيكيت صديقه المخلص. الملك هنري الثاني كان يريد ان يتخلص من الكنيسه ومن سلطه الكنيسه، هذه السلطه الدينيه التي تفرض عليه باستمرار قوانين وتفرض عليه باستمرار ضرائب، وهو يريد ان يجمع الضرائب لنفسه فقط لكي يذهب الى الحروب وما الى ذلك، الى ان ياتي يوم ويتوفى كبير الاساقفه، كبير اساقفه الكنيسه، ويريد ان يعين صديقه المخلص توماس بيكيت. لكن عندما يعين صديقه المخلص توماس بيكيت يفاجأ بان الواقع لم يعد كما يريد، وبان توماس بيكيت انحاز الى سلطه الدين والى سلطه الرب الاعلى، ومن هنا يحدث خلاف بينهما ينتهي بمقتل توماس بيكيت في النهايه. لنؤكد طبعا للجمهور انه لابد للصراع ان ينتصر ايا منهما، واعتقد ان السلطه المدنيه تنتصر لهذه الايام. لاحظنا كذلك باللي الممثلين بارعين، واش كان الكاستينج بالنسبه للممثلين؟ وش كان كاستينج؟ احنا طبعا يعني اما بنيجي نجيب نص مسرحي بنبص على ايه العناصر اللي ممكن تكون مناسبه لهذا النص، من حيث الشكل ومن حيث الامكانات الفنيه. وهم مجموعه يعني اشتغلوا في اعمال احترافيه، يعني هم ما زالوا طلاب بالجامعه الا انهم اشتغلوا في اعمال احترافيه كبيره، ومنها مسلسلات رمضانيه العام الماضي
المسلسلات الرمضانية في مصر ومحترفين يعني محترفين بالفطرة يعني، وفريق متجمع يعني على أفضل مستوى من وجهة نظري يعني. ولذلك لما بنيجي نجيب نص بنشوف إيه أقرب الأشكال لهذا النص، لذلك نضع كل شخص في مكانه الصحيح يعني. عشان كده أنت بالنسبة كممثل مثلتي في هذه المسرحية، شنو الإحساس ديالك وأنت كتأدي الدور اللي عطاك المخرج؟ من أول ما ابتدينا الشغل في مسرحية بيكت هو أستاذ تامر كرم جاب لنا النص وخدنا فترة عقبال ما بنقرأ الأدوار، وكل واحد بيحاول يشوف الدور الأقرب له اللي هو حابب إن يعمله. فأنا كانت شخصية بيكت كانت شداني جدا، وكان نفسي أعمل الشخصية دي لأنها شخصية أنا شايفها من وجهة نظري شخصية مبدئيا كالشغل فهي شخصية صعبة جدا في تنفيذها، عندها تحولات كتير في الشخصية، فأنا بحب دور بيكت أصلا يعني. بالنسبة للتدريب، واش التدريب خدوا لكم وقت كتير باش تمرنوا على هذه المسرحية؟ أكيد طبعا خدنا وقت كبير جدا، واستمر دايما كان بيعمل لنا حاجة اسمها ورشة عمل. الورشة دي بيضم فيها تمارين كتير من ضمن التركيز وزي نكون ثينك مع بعض في كل حاجة بنعملها، سواء في كلام بنقوله وسواء تمارين تانية في التمثيل عموما، ازاي مثل تمثيل جديد مش عادي، اخلي المتفرج مركز معايا دايما، احاول ابني بناء كامل للشخصيه، اعرف ابعادها اعرف تفاصيلها كلها. فبعد ما بتخلص الورشه كل واحد بيحاول بيحاول يستفيد من اللي عمله في الورشه يطبقه في دوره بمساعده طبعا المخرج مع شويه توجيهات بيوجهها يعني. وقلنا غير نشكركم لاخاش تقبلتوا الدعوه ديالنا، ونتمنى نشوفكم اعمال اخرى ان شاء الله بحول الله.